بين مهنتي أو دعمي لفلسطين بختار فلسطين أكيد. هيك قالت بيلا حديد برا بعد ما تهددت بفسخ عقود عملها بسبب موقفها من إسرائيل، وهي اللي اتهمت بأنها عدوة وكارهة إسرائيل الأولى. ولكن من بداية الحرب على غزة ولا حس ولا خبر، نطرت 20 يوم تقريبا حتى نشرت البوست الأول، اعتذرت فيه عن صمتها الطويل، ثم نشرت رسالة موقعة على الرئيس الأمريكي بايدن مع عريضة شملت فنانين كتار لوقف الحرب السريع. بين ناس هللوا بعودتها وناس شافوا أنها تأخرت أو يمكن حتى خذلتهم بحديثة الحيادة عن 7 أكتوبر. خلونا نسأل ليه كل هالاهتمام بمنشورات بيلا؟ أنا برأيي لأنه بيلا حديد هي الصوت الفلسطيني الأول بالعالم، صوت مؤثر من غير خلفيتنا وثقافتنا وجغرافيتنا. ورغم أصولها الفلسطينية هي بتمثل الغرب بشكلها وثقافتها ولغتها وأسلوب حياتها أيضا، وهالشي بيعطي طبعا رأيها مصداقية أكبر بالعقلية الغربية. بيلا حديد ما بتعتبر نفسها متضامنة مع فلسطين، وإنما هي جزء من القضية، وبكل مناسبة بتذكر بقصة بي محمد حديد يلي صار لاجئ بال48 هو وعمره أيام. ورغم إنها عم تتحارب وأحياناً عم تتهدد وعم تحط حياتها بخطر، إلا أنه اختارت إنها تحكي لأنه ما بقى فيه لأهل فلسطين إلا الكلمة يلي بتقدر توصل لهم حقهم. بالآخر هل موقف بيلا حديد والشخصيات المؤثرة عالمياً قادرة تعمل فرق بوقت فيه شعب عم يتعرض لإبادة حقيقية؟ خبروني أنتوا شو رأيكم؟